السوق القطرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع بمكاسب تجاوزت 22 نقطة مئوية، ليصل مؤشرها إلى مستويات 9857 نقطة، ليضيف 219 نقطة إلى رصيده. تجاوزت أحجام التداول 8,200,000 سهم، وبلغت السيولة 320,129,000 ريال. جاءت جميع القطاعات القطرية باللون الأخضر، على رأسها قطاع العقارات الذي ارتفع ب 0.14 نقطة مئوية. بالنسبة لأداء الأسهم، تصدر إزدان القابضة الارتفاعات، وجاء الأسمنت الوطنية على رأس التراجعات. سهم فودافون قطر سيطر على معظم الكميات بأكثر من 1,500,000 سهم، وجاء سهم المصرف على رأس القيامة ب 67,400,000 ريال.